قررت وزارة الصحة إنشاء مركز استشفائي بالعاصمة الرحمنة، رصدت له غلافا ماليا تبلغ قيمته حوالي 460 مليون درهم و 46 مليار سنتيم، تتضمن تكاليف دراسة التقنية والبناء والتجهيز. فإن المستشفى الإقليمي الذي تم تشييد بمدينة بنغرير يمتد على مساحة 6 هكتار، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 126 سرير موسعة على العديد من التخصصات الطبية من الأمراض النساء والتوليد والطب العام والجراحة وطب الأطفال والإنعاش. جدد بالذكر أن موقع المستشفى حدد على أرضية توجد على المدخل الجنوبي لمدينة مراكش على عقار تابع لمجمع الشريف للفوسفات بواجهة الطريق المؤدية إلى مدينة مراكش بالقرب من المركز الديني والثقافي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومن المنتظر أن تجري الوكالة الوطنية للتجهيز العامة مباراة لانتقاء أحسن تصميم هندسي معماري قصد تشييد مركز الشفائي بمدينة بنغرير بتاريخ 25 يونيو 2023.